على الهواء مباشرة زميلنا أمير هشام وفد قناة الأهلي وكواليس بقى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخلاص ساعات قليلة بتفصلنا عن المباراة، فحابين نعرف كده برضو الروتين أو الساعات المتبقية إيه اللي هيتم فيها. أمير بصبح عليك في البداية أكيد، وكل جمهور 10 الصبح في الأهلي بيسمعك، تفضل. صباح الفل عليك يا نهاوند، تحياتي ليكي وتحياتي الكريم ولضيفكم الكريم طبعا اللي معاكم النهارده ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يوم تاريخي ولحظات تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي ولجمهوره بالكامل في كل مكان. مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، وهي مباراه البايرن النهارده في تمام الساعه 9 بتوقيت المونديال، وفي نصف نهائي بطوله كاس العالم للانديه. الكل جاهز وده أهم شيء، الفريق بشكل كامل وبعد انتهاء التدريبات بالأمس المران الأخير للنادي الأهلي، الفريق كله جاهز لهذه المباراة، جاهزية تامة، الكل مستعد معنويا كمان ونفسيا لمواجهة فريق بايرن. مستر بيتسو موسيماني يعني اشتغل مع اللاعبين بشكل جيد جدا في جميع الجوانب، سواء الجوانب النفسية الفنية الخططية، كلها أمور يعني تم العمل عليها بشكل مفصل وشكل كبير جدا من قبل الجهاز الفني كمان ككل، مش مستر بيتسو موسيماني بس. حالة اللاعبين كلها جيدة، مفيش أي إصابات الحمد لله، والكل متاح بالنسبة لمستر بيتسو في مباراة اليوم. يبقى اختيارات مستر بيتسو وتشكيل النادي الاهلي، وده اللي هنعرفه قبل المباراه باذن الله على طول. خليني اقول لك يا نهاوند واقول لك يا كريم، برنامج الفريق على مدار اليوم النهارده الساعه 3 تحديدا هيكون ميعاد الغدا الساعه 5، وكل ده طبعا بتوقيت المونديال. الساعه 5 هتكون يعني سناكس كده، شاي وكيك بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. 5:30 بالظبط المحاضره الاخيره من مستر بيتسو موسيماني للاعبي النادي الاهلي، والنقاط الاخيره اللي هيتكلم فيها بخصوص مباراه اليوم امام فريق البايرن. المحاضره هتاخد اكيد وقت شويه من الجهاز الفني مع اللاعبين. بعد كده هيبقى التحرك بالظبط في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت المونديال، عشان يوصل الاهلي قبل ساعه ونص باذن الله تعالى لاستاد احمد بن علي واللي هيستضيف هذه المباراه، هذا الاستاد المميز جدا في الحقيقه، وده طبعا طبقا لكل الامور اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني. وان شاء الله الاهلي يكون جاهز في هذه المباراه، المعنويات مرتفعه جدا، التفاؤل موجود عند عدد كبير جدا من افراد البعثه في الحقيقه. يا رب يا رب يعني ربنا يستجيب دعوات كل جماهير النادي الاهلي ويتخطى النادي الاهلي هذه العقبه الصعبه والقويه عشان يبقى حدث تاريخي. وفي كل الاحوال اللي احنا يعني اللحظات اللي احنا فيها دي فهي لحظات تاريخيه في كل الاحوال. النادي الاهلي موجود في نص نهائي كاس العالم، النادي الاهلي بيقابل بطل اوروبا وافضل فريق في العالم، فخلاص يعني استعدادات نهائيه وساعات تفصلنا عن هذه المباراه المرتقبه. كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله الامور تبقى ماشيه كويس. جمهور النادي الاهلي اكيد هيكون ليه دور قوي جدا النهارده في الملعب، يعني الكل طبعا هيكون موجود الاعداد المحدوده او الاعداد المسموح بها الحضور في هذه المباراه. ما اعتقدش خالص ان هيكون في جماهير لبايرن، ممكن تكون عدد قليل من الناس الموجودين هنا اللي بيشجعوا مثلا البايرن، لكن اكيد جمهور الاهلي هيبقى اكثر، واكيد جمهور الاهلي هيبقى ليه يعني دور بارز وهام جدا جدا في هذه المباراه المرتقبه. ده فيما يتعلق بمباراه اليوم. لكن من ضمن الاخبار المهمه كمان خليني اقول لكم ان العميد محمد مرجان انضم النهارده لبعثه النادي الاهلي ودخل في الفقاعه الخاصه بالفريق بعد سلبيه المسحه بتاعته امبارح، واصبح سليم تماما. بنقول له الحمد لله على السلامه، لسه واصل منذ لحظات وانضم للفقاعه الطبيه الخاصه ببعثه النادي الاهلي هنا في المونديال، واكيد هيكون معنا في الماتش بالليل ان شاء الله، نتابع الماتش من الملعب. بنقول له الف الحمد لله على السلامه بعد ما كان بقاله 10 ايام طبعا مصاب بفيروس كورونا وكانت عينته ايجابيه. فيما عدا ذلك الامور كلها في الحقيقه ماشيه بشكل ايجابي جدا. ان شاء الله منتظرين التوفيق من المولى عز وجل في مباراه اليوم. لو في اي استفسار انا معاك، اتفضل. يعني انا سعيده ان انا اسمع طبعا عن سياده العميد ان هو تعافى و
البعثة، فده شيء يسعدنا أكيد كلنا كجماهير يعني للنادي الأهلي. وكمان فكرة أن أنت طمنتنا عن استعداد الفريق فنيا ونفسيا، وأعتقد نقطة مهمة اللي أنت قلتها أكيد جمهور النادي الأهلي يعني يا أمير في ظهر الفريق من قبل ما يسافر حتى بكتير، وفكرة طبعا. كمان يعني وفكرة كمان أن الروح المعنوية أعتقد لازم تكون مرتفعة، لأن ما ذكر أو ما كتب عن النادي الأهلي حتى في الصحف الألمانية كان حاجة في منتهى الرقي، تحدثوا عن يعني ماتش بين عملاقين، فيعني اعتقد كل دي ربما كان لها تاثير، فاكيد تاثير ايجابي جدا في رفع الروح المعنويه للفريق وللجمهور. فيا رب ترجعوا منصورين يا امير، وتحياتنا للبعثه كلها ان شاء الله خير. شكرا ليك.